ايه الاجراءات اللي بتتخذها في رايك الحكومه يا استاذ عبد الحليم لتشجيع ده، لتشجيع الصناعه والتصنيع، وان يبقى عندنا طفره صناعيه هنا في مصر؟ استاذه ريهام، انت صحفيه واكيد قريتي من 3 سنين في مشكله اسمها مشكله الالف مصنع. هم طبعا مش الف مصنع ولا حاجه، هي مصانع صغيره يعني. لم تحل الى الان. احنا بس بنغني يعني، يعني الكلام محتاج ضبط وربط يعني. اتنين، احنا بنتكلم عن انه كل الانشطة الاستثمارية لا نميز بينها. انا ما ادعو اليه ان التصنيع ان شاء الله من الابرة للصاروخ، اي حاجة اصنع اي حاجة يعني. انا مش عاوز اضرب امثلة باسماء لان مش عاوز ادخل في مجال ان يظن الناس انه تشهير. احنا عندنا عدد هائل من المليارديرات والحيتان، بعضهم موجود في التصنيف الدولي لاغنى المليارديرات في العالم. لكن انا بسأل سؤال بريء ساذج جدا، هذا الموجود في التصنيف الدولي ايه السلعة اللي هو بينتجها؟ ايه اللي موجود في حياة المصريين؟ اقدر اقول هو بيعمل القلم ده مثلا؟ لو هو بيعمل القلم ده انا اعمل له تعظيم سلام. ولا حاجة، هوا هوا، نبيع حاجات مش عارف ايه، نسلك مش يعني. هذا كلام الله يرحمه دكتور سعيد النجار، هذا كان استاذ اقتصاد في الستينات، اعترض على الاشتراكية وبعدين راح البنك الدولي وبعدين لف دار زمان دورته وعاد الى مصر وقال انا ليبرالي واحنا عاوزين نعمل راسماليه. جميل. وبدا يبشر بهذا الراسماليه في اخر خبرته قبل ما يموت بسنوات، وده حوار انا اجريته معاه ومنشور في نهايه التسعينيات، قال لا دي مش راسماليه، دي شيء اخر، دي لصوصيه يعني، ده موضوع تاني. احنا نحتاج بوضوح شديد جدا الى تصنيع شامل، حل مشكله هذا البلد. واحد التصنيع ومية التصنيع، وبعد المية بقى ابقى كلمني عن اي حاجة تانية يا سيادتك. ليه؟ لانه كمان عشان تتكلم عن التعليم، انا عاوز اعيد تشكيل نظام التعليم في البلد. القاطرة الاساسية هي التصنيع، هتكشف لك زي ما انكشف كده مشروع التأمين الصحي، كشف ثغرة نقص الاطباء. ليه؟ لان انت لما تدخل على مشروع بتحتاج موارد بشرية ومالية، فبتدور من اين تأتي هذه الموارد. وبالتالي لما انكشف ثغرة نقص الأطباء، هم زادوا نسبة الالتحاق بكليات الطب هذا العام من 7000 إلى 15000 مثلا. فلن يتكشف لك نظام التعليم الصحيح إلا في ضوء القاطرة اللي هي التنمية في الاتجاه الصحيح اللي هو التصنيع الشامل. عشان أما أجي أعمل كليات تكنولوجية من التي يدعون إليها، أنا بعمل كليات تكنولوجية دي لإعداد موارد بشرية عشان تملى هذه الثغرات نتيجة التوسع في التصنيع. أما كلام عن في الهوى كده، أصلا أنا عاوز أصحح التعليم، إيه نتيجته؟ نتيجته ببساطة شديدة إن إحنا في مصر عندنا كل شيء، تعليم ياباني زي ما القلب يحبه، تعليم أمريكي، تعليم فرنساوي، تعليم روسي، تعليم برازيلي، مقلب نفايات. ليه؟ لأن أنت طارح الأمر على سبيل الوجاهة، وكل واحد راح في حتة عجبه حاجة قال لك أما أجي أعمل زيها هنا. فدي النتيجة، إن إحنا بلد بقينا بواقي فساتين، زي ترز السيدات كده حضرتك لما بيقعد عنده أحمر وأخضر وأصفر وبتاع ويحط في السلة. لو بصيتي في السلة دي هتلاقي كل الألوان وكل أنواع الأقمشة. وهذه هي صورة مصر، فيها كل شيء، لابسة كل يعني عندها مزق قطع من كل الفساتين، لكنها لا تلبس فستانا بذاته. طيب هو ده ال 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 التيه الذي نحن فيه. لكن هل لقيت، فأنا أرحب بأن يركز على عملية التصنيع، بس دعونا بقى ما دام انتوا عاوزين تتكلموا عن الصناعة، ما أنا عايز مش كلمة هنا وكلمة هناك.